يفرح والله صلاح ان شاء الله ربنا طبعا يحافظ حضرتك، عليه. انا عايز هنا في بس عايز اكد تاني على هنا، صلاح لم يكن مجرد، ليس مجرد موهبة كروية، يعني ده مش لا في اخلاق الولد. اهو كده، ده موهبة أخلاقية، ايوه ده اتربى، يعني زي ما بيقولوا في الفلاحين اتربى على طبلية، ايوه خدت بالك، ده اتربى في اصالة بس الولد. اهو كده، الرضا والقناعة. اه طبعا الفيسبوك عليه هارية من امبارح، كان في ماتش امبارح صلاح والفرقة اللي فيها أحمد اه حجازي، اه وأحمد حجازي في لعبة ضرب ضربه برضه، ابتدت المسألة تتعمل، الناس اللي عاملة خناقة جامدة جدا دي وبيشتموا، الله ده الراجل ده، إذا كان ده الفرود بتاعنا، الراجل ده الدفاع بتاعنا، ولا ايوه حتى لو في غلط احنا اللي نلمه، مش احنا هيلعبوا اللي مع بعض اصلا. يعني احنا، انا عايز اقوله برضه على فكره، انما فكره اللي على طول كل واحد زي بيثبت نفسه، ما هو الفيسبوك يا دكتوره هم نجحوا انه، والله نفس الاخلاق في الشارع ما هي يا دكتوره بس انت عارفه ده اللي ليه؟ تحك له في مناخيره ما انت كده. عارفه ليه يا دكتوره؟ انت كان الاعلام والتلفزيون، الاعلام يعني كل وسائل الاعلام كلها سواء صحافه او اذاعه او تلفزيون، هم اللي بيشكلوا الراي العام. انت من قبل ثوره يناير كان ابتدى الهجوم على الاعلام، وفي ثوره يناير تحديدا الاعلام فيه الصالح وفي الطالح زي اي حاجه، انما ما يتهدش كله ويساء ليه والله كله. التلفزيون كان في أزهى ما أيامه. هو الحرب اللي اتعملت على التلفزيون المصري ايه؟ ما هم حتتين ضربوا جامد جدا، الاهرام في الاول والتلفزيون المصري. التلفزيون المصري لانه تقريبا هو اهم من الصحافه كمان، طبعا التلفزيون المصري، التلفزيون المصري لغايه 2011 في اعلى مشاهده في كل حاجه. آه الضرب جامد، الجزيره قامت بواجب الحقيقه، وجبت مع التلفزيون واجب، ويقول لك التلفزيون اصلا عامل الكاميرا بتاعته على فين، والميدان 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 كمية الأكاذيب والثورانيه اللي اتقالت على والثورانيه التلفزيون. والشتيمه والكلام ده كله خبط. وقعد يقولوا مكالمات ملفقة فده يعني عملوا ده كله فكره انك انت تضربي الاعلام. هم كانوا بيضربوا الضرب الاعلام ده ليه؟ لاجل ان يكون الفيسبوك هو هو وسيله، هو الإعلام اللي بيشكل الراي العام. لا وتبقى الجزيرة. ما هي الجزيره، يعني ما هم الاثنين بيسندوا على بعض. بس نفسي أعرف مين اللي خد القرارات اللي هدت المبنى ده. لا هو جزء منها اللي اتعمل اللي اترتب، خدت بالك؟ وجزء تاني ان كان في ناس موجوده، لو مش وزير الاعلام الاخواني حكم التلفزيون فتره، انت بتتكلمي في ايه يا دكتوره؟ صلاح عبد المقصود تنسيه ولا ايه؟ لا من اول يناير ما هو من من اول، بعد انس ما مشي. ما هو يا دكتوره من اول كان هم فاكرين ان اللي يشتم في التلفزيون يضرب في التلفزيون ان ده حيرضي الثوار. انت فاهمه؟ في ناس دخلوا ما عليها هو الثوار في مكاتبهم. ما هو ده كانت الموضوع، ان الثوار ايه، التلفزيون ده خاين والجزيره هي البطل وضرب التلفزيون مطلوب، فاصبح الكل، ما هو فاكر عمر عفيفي؟ انا شفت له من الحاجات اللي لا تنسى، يعني فيديو بيشرح لهم ازاي يهاجموا التلفزيون، وقال لهم تلفوا من ورا من عند بولاق مش عارفه ايه الباب الوراني، تخشوا كذا تطلعوا الدور كذا كذا تطلعوا على الهوا ملكتوا البلد. ده الموضوع، فهو ده الموضوع، كان ضرب التلفزيون لان في فتره، ما هو انا بيغيظني لغايه دلوقتي لما يطلع بعض من النخبه يتكلموا على ان يناير دي ثوره. الله، ما فيش حاجه فيها مؤامره. لا لا ويقول لك ايه ثوره ويدينوا اللي بيحصل في سوريا والعراق. طب انت بتفصلها ليه عن الربيع العربي؟ يعني هي دي الثوره المجيده الشبابيه النظيفه الطاهره وبقيه الربيع العربي مضروب معطوب؟ يعني دي وش القفص كله معون واحد. الفكرة